نتحول لمباراة الأهلي، وهي مباراة مهمة، مباراة يعني ما بعد خسارة كأس مصر كان مهم إن سوارش والفريق يصالحوا الجماهير، وفي نفس الوقت بغض النظر عن المصالحة أنت بتنافس على بطولة الدوري، وخسارة أي نقطة كابتن رضا كباتن مصر أعتقد بتبعد النادي الأهلي عن البطولة، ولكن تأخر الفوز وإحراز الأهداف حتى دقيقة 73. مش رأيك في التشكيل ورأيك في إن ليه تأخر الاهداف الاولى او الهدفين بالنسبه للنادي الاهلي؟ وانا يعني اتفق تماما مع طارق مصطفى، انت بتلعب الجونة وبتلعب مدرب حتى لو هو سوارش ما يعرفش طريقه الكابتن طلعت يوسف، يبقى لازم الكابتن سامو قمصاني يقول له ان الفرقه دي هتعمل زون ديفنس بحت، فلازم بدل ما هلعب بثلاثه ورا طب انا احط الراجل ده قدام، انزل صلاح محسن واخلي ثلاثة يعني حسام حسن وصلاح محسن، ويبقى ناحية اليمين أحمد عبد القادر، ويبقى تحتهم أفشة وحسام حسن رأس حرب، وطبعا مع وجود السلية وحمد فتحي وكريم فؤاد. بس أنت بتلعب بثلاثة ليه بفرقة ما بتهاجمكش؟ هتقول لي أصل هم راحوا بواحدة للجون، ما كله بيتكل على بعض، إنما لما أنت هتلعب باثنين بس اللي هو كان محمد عبد المنعم مثلا وياسر ابراهيم او رامي ربيعه، وتحط صلاح محسن مكانه في البدايه، عشان كده اتاخر الفوز، عشان كده الفوز اتاخر. دي حاجه. تاني حاجه، كان لازم على لعيبه النادي الاهلي، وانا بشفق عليهم وانا غير الناس دي اللي قاعده جنبي، لان الناس دي برضو ماشيه مع النغمه بتاعه اللعيبه السبب. لا انا بقول لك اللعيبه دي مراقبه. كنت عطتنا جمله مفيده ليه الكلام ده؟ مش فاهم. ايوه انا بقول حاجه، انتوا ماشيين مع الموجه، ان اللعيبه انا اللعيبه دي. امال مين السبب يا كابتن طيب؟ السبب مجلس الاداره ثم موسيماني. انت لو جيت لي لا يا حبيبي، بس اللعيبه مش قادره. انا اقول لك على حاجه، لو هو ايوه الاداره سبب في ايه؟ سبب في ايه؟ اه ان سابت موسيماني. ايوه سابت موسيماني ان يقعد، ان الفرقه الكرفي نازل وما بتحاسبوش. الراجل واخد بطولتين دوري ابطال يا عم، يبقى تسيبكم بقى وسوبر. طب هرب ليه؟ لا هو الراجل ما لا يعني قال لك انا ثاني واحد كابتن هو اللي ماشي مش النادي الاهلي. قال لك انا باخد كل البطولات دي وبتهاجم بالشكل ده؟ ما يتهاجم. طيب ده انت ماسك النادي الاهلي، لا لازم يكون. لا يا حبيبي لا. طب هقول لك على حاجه، لو خد افريقيا كان هيمشي؟ او والله طبيعي لا ياخد افريقيا للمره الثالثه، مش هيمشي. ما يمشيش، انما هو عارف ان الفرقه جت على البلاط، مش ما عندها خلاص. عارف انت العربيه لما بتيجي على الجنط، اللعيبه مش قادره. طيب هو بقى مجلس الاداره ما كانش غير، كان ساب سامو قمصان. لا ساب سامو لا ما خلاص مشي. هو بقى ساب سامو قمصان. مش هو اللي طلب يمشي على فكره. مين؟ موسيماني. النادي الاهلي ما مشاهوش يا جدع، هو اللي ماشي بمزاجه. أيوة النادي الاهلي ما مشاهوش. ايوه ما انا بقول ايوه. هتسمحوا لي يا كابتن؟